يعني مرة جديدة الرياضي عم يكشف عن وجهه الحقيقي، قد ما تكون مباراة صعبة ببدايتها عم يقدر ينهيها لمصلحته. شو الادفانتج يلي اعطاكم اليوم الفوز على بيروت؟ الادفانتج انه جينا ما عم نستقل بحدا جيم بالنسبة لبيروت، نعرف يعني يا قتل يا مقتول، نعرف الستيكس، جايين نربح الدورة مش جايين نتسلى يعني. وهيدي الدورة منيحة لنا معنويا، تعرف الدوري واقف عنا، بدنا نثبت انه الرياضي بعده موجود. وحتى بيروت يعطيهم العافية، لعبوا جيم كتير منيح، بس بالنهاية نحن كنا الفريق الأفضل. بكرة أكيد جيم جديد مع فريق لبناني مع هوبس، أداء المباريات مع الفرق اللبنانية عم تحسوها غير؟ يعني اليوم بيروت قدم لو خسر أفضل أداء لقلو بهالدورة. أكيد في منافسة بيكون لها طعم غير، بس كنا بنتمنى نشوفهم بالدوري النهائي، ما نشوفهم هلأ، ما نطلع بعد نطلع الغير. بس على كل حال هيك ثاقبت، ويعني ان شاء الله نحن بكره هوبس عم بيلعب بطريقه كثير حلوه، عم بيعملوا فايتنج سبيريت كثير حلو، بس نحن بنهايه النهار جايين نربح وجايين ما حنرحم يعني ان شاء الله. ثانك يو لك، جود لك لبكره.